الناس فاكره ان الابتكار ده عباره عن ملكه بتتولد بيها او تفاحه بتقع على راس توت بتجيله فكره. لا، الابتكار دوت علم لو اتعلمناه نقدر نبتكر يوميا ونبدع كل يوم، ونحول الابداعات والابتكارات ديت لشركات والمنتجات في مجتمعنا. الموقع ده هيبقى عليه الادوات، العلم اللي يقدر يساعد المصريين وابناء مصر على تعلم كيفية الابتكار. اوقات كتيرة جدا لما بنروح الجامعات المصرية وبنشوف الشباب وهم عايزين يتعلموا الابتكار والشغف الكبير اللي بلاقيهم في عينيهم ان هم عايزين يتعلموا ازاي يقدروا يبنوا الشركات بتاعتهم وازاي ان هم يبتكروا، اخيرا في منصة الكترونية في مصر ممكن تديهم الادوات والتعليم اللي هم محتاجينه عن الابتكار. في اتجاهات تكنولوجية كتيرة بتحصل حوالينا زي الانترنت اوف ثينجز، شيرد ايكونومي، وسوشيال ميديا. كل واحدة من الاتجاهات التكنولوجية دي بتؤدي إلى نماذج عمل جديدة. في منصة إبداع مصر هتتعرف على إيه الاتجاهات التكنولوجية الجديدة دي وإيه نماذج العمل المختلفة اللي أنت ممكن تبتدي بيها كرائد أعمال. Egypt Innovate هي منصة للإبداع معمولة للشباب والأنتربرينور في مصر إن هم يقدروا يخشوا بأفكارهم ويقدروا كمان إن هم يوصلوا لكل الريسورسز المتاحة ليهم ان هم يطوروا بيها فكرتهم. من خلال المنصة على الانترنت تقدر ان انت يبقى فيها ادوات تعليمية، تقدر ان انت تعرف ازاي ممكن تبدأ شركة، في كورسات تعليمية تقدر ان انت برضو تعرف ازاي تسوق، تعرف ازاي تبتكر، تعرف ازاي تستخدم التكنولوجيا في المرحلة الانتاجية بتاعتك، تقدر ان انت تتواصل مع شركات، مع مستثمرين، تقدر ان انت تبص على ايه الجديد والمختلف اللي موجود في السوق العالمي وفي السوق المصري علشان نقدر نحط مصر على خريطة الابداع ان شاء الله. المحتوى اللي على منصة ابداع مصر ليه مصادر مختلفة، منها رواد الاعمال اللي هيكلمونا على تجاربهم وقصصهم، قصص نجاحهم وحتى قصص الفشل بتاعتهم نتعلم منها، منها خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة زي مجال التسويق والإدارة والقانون، هيكلمونا على إزاي نقدر نطبق العلوم دي في مجال الإبداع، ومنها كمان الباحثين اللي هيحكوا لنا على اتجاهات البحث بتاعتهم والنتائج اللي وصلت. Yeah, I really think what they're doing here at Egypt Innovate is very important for the region. Getting access to information and resources in a single place online, sort of this online platform, it's going to really help entrepreneurs and others in the ecosystem find what they need and get access, have information right at their fingertips.